عبد الرحمن شحاتة الشهير بكريم جونيور. ربما يعرف هذا الاسم الكثيرين في روابط الألترس، لأنه أحد رموز رابطة ألترس ديفلز، وكان مسؤول عن الرابطة بالسويس حيث مسقط رأسه. كريم كان يعشق كرة القدم، وكان يتنبأ له مدربه في منتخب السويس بمستقبل باهر، ولكن لم يكتمل حلمه بعد وفاته في مجزرة بورسعيد. كنت رافضة عشان السنة اللي فاتت، لما لأن بورسعيد يعني مش بيحبوا الأهلي، في يعني رادين الكره للأهلي، فأنا كنت رافضة. أنا كنت بوافق على جميع المباريات اللي يروحها، أي مباراة يروحها ماشي يا كريم، روح حبيبي ربنا معك، موافق يا أمي راضية عنها، أقول له راضية ووافق، إلا بورسعيد. السنة اللي فاتت برضو كنت رافضة، راح لي والله لو حصل حاجة هرجع. أول ما رجعوه من على الحدود اتصل بي، يا ماما احنا رجعنا، طول الحمد لله. المرة دي كان يعني حاسة انها تحصل حاجة، هيجيني متعور متكسر، لكن يجيني جثة. محترم جدا جدا يعني، عمره ما بيعمل، يعني انا عمره ما شفته عمل حاجة غلط زي مثلا الشباب دلوقتي يشرب او يعمل او يروح او يتخانق مع في خناقة او يمسك اي آلات حد او اي حاجة. لا حتى يعني كان حتى أهزاء، يعني هو واصحابه كان كلامهم كله هزار، ماما ما تخلق مع بعض خناقة ولا حد عور حد ولا حد شتم حد او سب حد، لا كلهم والله محترمين. هو كل ماتش بيكون في مشاكل يعني، فبيتصل يقول لي يعني اقفل التلفزيون عشان محدش ياخد باله من في البيت. فجيت المره دي كنت متاكده ان هو هيكلمني، فلقيته ما كلمنيش، فانا قعدت اتصل كتير، فلقيته تليفون مره يبقى مقفول ومشغول، وساعات يفتح محدش يتكلم. في اخر بقى يعني وقت كان هو التليفون معاه، حد فتح وما قدرش يتكلم. فلما راحوا بقى بورسعيد وكده، فانا عرفت هم قبل ما يعرفوا هنا، هم في بورسعيد انا عرفت هنا عشان كنت قاعده هنا. عمره ما عمل مشكلة، بل بالعكس كل الناس بتشهد له بالأخلاق. وكريم على المستوى بقى الرياضي كان لعيب كويس، وهو كان مواليد 94 وأنا كنت مصعده مع الفرقة الأكبر 93، وإحنا في نادي منتخب السويس كنا يعني كتقييم مني كنا ده من ضمن الناس اللي إن شاء الله كنا هنستفيد منها من الدرجة الأولى، بس طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل. كنت أنا طالع مكانه ماتش مصر، بس فحصلت ظروف أنا ما طلعتش وهو طلع مكاني، بس فالحمد لله يعني ساعتها يوم الماتش الصبح كان جه وكنا بايتين مع بعض وفطر معايا الصبح يوم الماتش، وكان هو كان برضه بيقول لي احمد انا حاسس ان في غدر هيحصل، انا حاسس ان هي هتبقى زي السنه اللي قبلها بتاعت بورسعيد. قلت له يا عم ما تخافش ان شاء الله وسبحان الله، وانا هبقى معاك على تليفون وكده.